اهلا بكم من جديد. اعتقد ان الحوار مع دكتور حسام بدراوي لابد ان يكون مختلفا، مش بس عشان التجربه السياسيه اللي هو خاضها في الحياه العامه المصريه، ولا عشان المواقف المفصليه اللي خدها في اوقات مفصليه، يعني في لحظات كده كنت الناس تقريبا يعني مصر كلها في لحظه كانت مستنيه حسام بدراوي ياخد قرار ايه في لحظه معينه. والحقيقه هو ما كانش بيخيب ظن الناس اللي يعرفوه واللي متابعينه كويس، يعني كان بياخد الموقف، مش هقول في الغالب، دائما الموقف اللي بيقوله لا، هذا بيقول للناس هذا الرجل متسق مع نفسه، يعني يعلن ما يؤمن به. صحيح انه تربى في مطبخ سياسي تغلب عليه الدراميه، لكن استمراره واستمرار عطائه الفكري في مجالات مختلفه يمكن أن يقول أن هذا الرجل لم يتلوث بأمراض المطبخ السياسي الذي عاش فيه كثيرا. دكتور أهلا بيك. أهلا بيك. أنا يعني لما جينا نجهز كده الكلام لقينا فيه مساحات كتير ينفع نتكلم فيها، يعني مساحات كتير ما بين السياسة وما بين الصحة وما بين التعليم وما بين التجربة السياسية. بس قبل ما أدخل للملفات دي عايز اسال حضرتك سؤال وجاوبني عليه بصراحه. في خلال تجربتك السياسيه الممتده يعني، هل تشعر انه دكتور حسام بدراوي اتكسر خاطره في الحياه السياسيه المصريه؟ اتكسر خاطره؟ لا. طيب هل حصل على ما يستحقه؟ ايوه. حصلت مع على ما استحقه من احترام الناس، تمام، واحترام المعارضه ليا. وحتى بعد 2011 القبول والاحترام اللي انا بشوفه من الجميع. صحيح. اعتقد ده ما فيش حاجه افضل منها في الدنيا. فكره بقى اذا كان في ذهن الناس ما استحقه، ما مركز تنفيذي او وزاره او خلافه، فانا ما أنا متسق مع فكرة قالها الدكتور زكي نجيب محمود مرة في مقالة عبقرية قال فيها قوة المستغني. اللحظة اللي انت تعوز فيها ما تبقاش أقوى واحد في القعدة. ليه؟ لأن أول ما تعوز تتنازل. قوة المستغني. أنا بقى قوة المستغني، أنا مش عايز حاجة من حد. الحمد لله. هو دكتور زكي الله يرحمه كان بيلخص الحاجات. عبقري. طبعا طبعا. يعني نقرا دلوقتي قصه روح وقصه عقل، الحاجتين. طيب خلينا ندخل على المعترك الاساسي، وهاخد اخر حاجه بتتفاعل في الراي العام دلوقتي وهو قانون التامين الصحي. ايوه. احنا قدام حكومه بتقول ان هذا يوم تاريخي، هذا يوم من اسعد ايام الحكومه المصريه لانه تم اقرار القانون، وعلى الجانب الاخر فيه كثير من الملاحظات والاعتراضات على هذا القانون. حضرتك اشتغلت في قانون التأمين الصحي فترة طويلة. 10 سنين. 10 سنين. كيف تراه؟ أولا الجرأة في أخذ الموقف، في إن الدولة تقول القانون الحالي بيغطي 60% وفي 40% من المواطنين ما لهمش تغطية تأمينية، ده في رأيي جرأة تستحق التحية. اتنين، كون ان القانون المقدم بيقول انا هنفذ القانون على خطوات تصل الى 15 سنة، ده معناها ان الناس فاهمة ان ما ينفعش اطبق تطبيق فوري لان ده تكلفته غير موجودة. نمرة تلاتة، ان المتحدث الرئيسي كان وزير المالية. والناس مش فاهمة أن قانون التأمين الصحي هو قانون هدفه استدامة تمويل الرعاية الصحية، ما هوش قانون صحة. يعني هو في نهاية الأمر ده استدامة مالية. بالظبط، الخدمة الصحية هي الهدف ده النهائي. ده قصة أخرى. لكن وزير المالية هو اللي بيعمل إجراء. لأن هي ده قانون مالي. مالي، صحيح. أنت بتدفع مقدم وبتاخد قدامه خدمة لها تكلفة. فانت الطرف الذي يسدد تكلفه الرعايه الصحيه. تمام. بس عشان الناس تبقى فاهمه،
معتقدة أن الرعاية الصحية هتتغير. لا، الرعاية الصحية مش هتتغير، هو تكلفة الرعاية الصحية في جهة طرف ثالث هو هيسددها بالنيابة عنك، فيها واستدامة، وفيها استدامة ما تتغيرش. وعشان يبقى فيها استدامة لازم يكون المقدم المالي اللي سواء المواطن دفعه أو الدولة دفعته بالنيابة عنه إذا كان غير قادر يكون محسوب اكتواريا انه يقضي التكلفة. تمام. دي انا ما اقدرش اقولها وما اقدرش اعلق عليها لاني انا ما شفتش الدراسة الاكتوارية. لكن اتصور في ازمة من الملاحظات الاساسية اللي بيسوقها يعني معترضين على القانون، ان هم في دراسة اكتوارية في 800 صفحة. ايوه. وشايفين انه هذه الدراسة غير واقعية وتجاوزت حاجات كتير متعلقة بالوضع الصحي في مصر، بما يقول انه القانون لا هيلاقي عثرات في تطبيق ده تعميم. واحنا اصل احنا مجتمع يحب يعمم صحيح الكلام ويقزم الانجاز. في عبقرية يعني في ده توصيف دقيق جدا. انا ما قريتش الدراسة الاكتوارية لكن اتصور ان مفيش حد عاقل في حكومة عاقلة هيعمل دراسة اكتوارية صحيحة ومهمة وبعدين يحط تكلفة غير حقيقية. صحيح. يعني مفيش منطق. المنطق بيقول لان انا واثق ان الناس ديت ناس بتفكر جيدا فانا هاخد كلامهم في الدراسة الاكتوارية، ولانه بيقول انا هطبق بشكل متدرج وهبتدي ببعض المحافظات اللي هتبقى زي البايلوت بروجكت زي المشروع. احنا بنتكلم على بورسعيد وخمس محافظات. اذا في عقل وراء ان هذا التطبيق اذا لم ينجح ما عمموش، واذا نجح اقيس اخطائه واقيس انجازه اتلافاها في المراحل، حتى عشان اتلافاها في المراحل الجايه. طب ايه اللي اتغير يا دكتور؟ يعني النهارده نائب وزير الماليه قال حاجه قال ان في 8 وزراء ماليه سابقين صحيح وقفوا ضد تطبيق هذا القانون، واحدهم قال انا استقالتي قدام ان القانون ده يمر. ايه اللي اتغير؟ وانا كنت حاضر في 4 منهم. في 4؟ طيب ايه اللي اتغير؟ معرفش ايه اللي اتغير، لكن انا هقول لك كانت ايه تخوفات وزراء الماليه. تخوفات وزراء الماليه كانت ان القانون المقدم في الوقت ده بيقول ان مفيش حدود لحزمه الخدمات اللي بيغطيها القانون. ولو انا مش عامل حدود لحزمه الخدمات يبقى ما اقدرش احسب التكلفه بتاعتها، يبقى ممكن جدا التكلفه دي تفلس الحكومه المصريه. طب صاحب القرار هنا، لانه طول الوقت بيتقال انه الاداره المصريه الان تقف وراء هذا القانون وبتدفع بيه وتتابع تفاصيله، في ضوء ده هنا صاحب القرار جريء ولا متهور؟ جريء. مش متهور، جريء. هو كان يبقى متهور لو قال لي انا هطبق القانون بكره. تمام. كان هيبقى متهور لو بيقول لي انا هغطي 40% من اللحظه الاولى. كان هيبقى متهور لو بيقول لي نظام التأمين الحالي كله وحش. لا، هو مش كله وحش. نظام التأمين الحالي في التغطية التأمينية للمستويات الثانية والثالثة من الأمراض كويس، لكنه في المستويات الأولى اللي هي احتياجات رئيسية للمجتمع اللي هو طبيب الأسرة ما هوش كويس. لكن كان يبقى متهور لو قال لي أنا بغطي كله في لحظة واحدة. كونه بيقول أنا عايز 15 سنة فده معناه انه فاهم كويس جدا المخاطره. ومفيش تامين من غير مخاطره. من غير مخاطره، صحيح. هو التامين عباره عن مخاطره. انا بقول انا بلم من 100 واحد في الاشتراكات وانا عامل في حسابي ان 10% هم اللي هيعيوا. ممكن اكتر. لو اللي مرض 15% المخاطره بقت خساره. صح؟ صحيح. لكن المدخل بتاعهم لو قانون حسب ما جاء وقرأت هو في مدخل واحد خاص بالمخاطرة المالية وحساباتها، لكن في واحد تاني خاص بتقديم الخدمة.
يعني انت لو عملت تأنيس احنا عندنا ثلاث هيئات. ايوه يعني ثلاث هيئات، لهيئه التمويل ايوه، وهيئه تقديم الخدمه، وهيئه الرقابه، وهيئه الاعتماد الجوده، الرقابه واعتماد الجوده. هي الرقابه واعتماد الجوده. انت دلوقتي كان الاول هيئه واحده، وهو هيئه التامين الصحي زمان كانت هي مالكه مستشفيات التامين الصحي. فكنت انا كانت الدوله بتاخد الفلوس وتعالج عند ناسها عند تمام. مستشفياتها تمام. فاللي بيحصل ان التكلفه ما بتدفعش، فالمستويات تقديم الخدمه تنخفض طبيعي، فلا ده ياخد الخدمه ولا الفلوس بتقضي. تمام. طيب احنا من سنه 2007 2006 فصلنا تقديم الخدمه عن استدامه التمويل. فقلنا المستشفيات دي مقدم خدمه يقدم الخدمه بتكلفه وياخد التكلفه دي من الطرف المؤمن. المؤمن. كويس. طب المستشفيات دي مين يديرها؟ فهو قال لك احنا هنحطها في اطار هيئه زي شركه قابضه تملك المستشفيات دي لادارتها. الملكيه لا تعني الخصخصه. صحيح. عشان صحيح. ده الحاجه اللي الناس بتقولها بترددها. فانا ممكن جدا اكون مالك لكني لا ادير. الدوله مدير فاشل. فاشل. صحيح. اذا علي ان اتعلم من الماضي. انا مالك، والملكيه العامه لازم يخش فيها اصحاب المصلحه. يعني لازم يبقى في ممثل عن المجتمع المدني، وممثل عن الدولة، وممثل عن الأطباء. الإدارة بتاعت الكلام ده لازم أصحاب المصلحة يكونوا جزء منها. جزء منها. نمرة اتنين، ما تقدرش في الرعاية الصحية زي التعليم ما تحطش معايير تقول فيها ما هو معيار الجودة في الرعاية الصحية. وفي الصحة والتعليم ما ينفعش في مصر أقول أنا ممكن اخد جوده نص ونص لان انا فقير. في دوله في دول ما ينفعش. حق المواطن هو افضل، هو افضل رعايه، يا يتعالج يا ما يتعالجش، يا يتعلم يا ما يتعلمش، افضل رعايه صحيه. فانت بتحط قواعد ومعطيات ومعايير بتقول انا كجهه رقابيه اضمن للمواطن انه بيحصل على افضل رعايه. افضل رعايه لها تكلفه، مفيش رعايه من غير تكلفه. هذه التكلفة هيئة التأمين الصحي هتسددها. لكن هم لسه مش عارفين هل الاشتراكات دي هتكفي التكلفة دي ولا لأ. فبيبدأ في محافظات عددها عدد مواطنيها قليل. وممكن بورسعيد، اصل بورسعيد ما عندهاش مراكز. بس عليك مش فيها مراكز. وعلى فكرة اتعمل بايلوت بروجكت، مشروع استرشادي قبل كده في السويس. سنة 2008 و2009. يعني أقصد أقول أن هناك تجارب سابقة ينفع الدولة تأخذ وتراها وتشوف لماذا فشلت. علشان ما نكررش فعل تجربة الماضي، ما نكررش فعل نفس الشيء بنفس الطريقة وننتظر نتائج مختلفة. تمام. طيب خليني عشان ناخد كل الملفات، واحنا بدأنا بالملف، وفي الملف الأسير برضو حضرتك أحد رموزه يعني في مصر، هو ملف التعليم. أيوه. احنا عندنا طول الوقت ملاحظة انه احنا قدام وزير تعليم، وما بنتكلمش عن الشخص هنا لكن بنتكلم على الأداء والفكرة، انه شخص حالم أكتر بما يعني انه الطرح اللي بيطرحه والأفكار اللي بيطرحها هو مش شايف الأرض فيها ايه. يعني النهارده تروح بتلاقي طلبه ما بيروحوش مدارس، ما فيش مدارس اساسا. في انهيار في الخدمه كلها. فبيجي هو بيبدا من مرحله متجاهلا الامر الواقع. يعني تقييمك لتجربه الدكتور طارق شوقي، يمكن مش عنه كشخص. ايوه فاهم. عن عن فكره وتجربه. انا فاهم. يعني كيف تراها؟ ولاي مدى هذه الفكره فكره عمليه لمصر؟ دكتور وزير التربية والتعليم الحالي دكتور طارق يملك أفكار تتماشى وتتوافق مع الأفكار العالمية في التعليم. حلو. فلازم نحط القاعدة الأولانية. حلو. القاعدة التانية إن زي ما بقول لحضرتك الرعاية الصحية والتعليم مفيش فيهم معيار مصري. المعيار عالمي. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب.
ما حدش ممكن انا وانت نقعد 10 حلقات نقول كلام كل المشاهدين عارفينه عن مساوئ التعليم. صحيح. مظبوط؟ صحيح. كلنا بنقولها. والتحديات اللي قدامه. لكن مصر تملك فرصة لم تتواجد في التاريخ القريب في التعليم من قبل. اللي هي؟ وهي ان تغيرت معطيات. التغير في المعطيات وهو تواجد والمعرفة بدون تكلفة باستخدام التكنولوجيا. تمام. ده حاجة دخلت السوق. فأنا في مصر زي أنا في إنجلترا، زي أنا في أوروبا، زي أنا في أمريكا، زي أنا في اليابان، لازم بكل واقف على مسرح بيغير فيه نظام التعليم. خلي بالك واستحملني في دي لا لا دقيقة واحدة. ده موضوع اتفضل. دورة التاريخ قلت. دورة التاريخ النهارده بسبب تدفق المعلومات 18 شهر. دورة التاريخ من 20 سنة كانت 50 سنة. دورة التاريخ من 100 سنة كانت 400 سنة. خدت بالك؟ يعني انت كان ممكن تتولد وتموت وانت لسه. انت العالم مر بمراحل، يعني من الرعي تبدا للزراعه تبدا للمرحله الصناعيه تبدا، انت دلوقتي عندك مراحل، انت بتجري بقى. بتجري. اذا انت لست مضطرا في التعليم انك تمشي الخمسين سنه اللي مشاها غيرك. تمام. لان معطيات المعرفه جديده. والاهم من ذلك ان اطفالنا مولودين رقميين. كلهم بيستخدموا التكنولوجيا. انا بحس انه دي نسخ جديده نازله، يعني في والله في تغير جيني. صح. حاصل. صح. يعني الاطفال الصغيرين في تعاملهم مع التكنولوجيا. على فكره ده علمي اسمه ايبيجيناتيك. هو دلوقتي النهارده فقير غني هو نازل الطفل بيعرف يستخدم الاجهزه الرقميه. وكل واحد في بيته لما الكمبيوتر بتاعه ولا تليفونه بيعطل بيروح يوديه لابنه يصلحه له. صحيح. ولا لحفيده ولا لحفيدته. صحيح. اذا احنا معترفين بان هناك فجوه في الاجيال. وان اطفالنا بذور جاهزه لدوره تاريخيه جديده. صح؟ صحيح. اذا انا امامي فرصه توفر المعرفه وتوفر التكنولوجيا، والحاجة الرئيسية جدا أن الأطفال والتلاميذ قادرين على استيعابها. أنت كل اللي عايزه أنك أنت تدير هذه العملية بالكفاءة التي تسمح لهم بأنهم يتعلموا كويس. هاجي بقى للنقطة اللي وراها. النقطة اللي وراها أن المدرسة بتاعت بكرة ده اللي أنت بعد 10 سنين هتنتقل آنيا من مكان لمكان. صحيح. وهتركب الهايبر لوب وتمشي بسرعة الصوت، وإن التاكسي هيبقى طائر، وإن حيطان بيتك هتبقى بتولد الطاقة، وإن الأسانسيرات هتتحرك صعودا وبالعرض، والزراعة هتبقى رأسية في المدن. وي كل ما يخطر على البال هيحصل. فما تقوليش بقى أنا لسه هبقى قاعد في الفصل وقدامي الخوجة وبيدرسلي ويحفظني. ده الطفل هيجي عارف هو هياخد ايه. المدرسة هي المكان الذي يصيغ الوجدان. صحيح. مش المكان اللي هيعلم الطلاب. اللي بيدي المعرفة. كويس. وصياغة انت ممكن تطلع عبقري مهندس ودكتور لكنه قاتل. ممكن تطلعه عالم لكنه منحرف. اذا القضية الرئيسية بتاعتنا ما هيش مادة التعليم، لأنها متاحة، بدليل إن إحنا بيطلع من نظامنا اللي إحنا بنشتكي منه بصراحة يعني عباقرة، بالرغم إن إحنا شايفينه. صحيح. لا صحيح. إذا هناك تغير في مفهوم التعليم، وهناك تغير في أهداف المدرسة، وهناك تغير في طريقة التعلم، الدليفري سيستم، طريقة توصيل المعرفة. يعني هو يسير في الطريق الصحيح. أنا بس اللي عايز أقوله. أي. لو أنا مكان الدولة، أنا استثماري الرئيسي السنتين ثلاثة الجايين في التكنولوجي.
واستثماري الرئيس الثاني عشان اصيغ الوجدان في المدرسين في البشر بشر. اه انت في الاخر سايب عيالك فين؟ سيبك بقى من المدرسه مين؟ ملهاش صور. اها ما يهمنيش الفصل بشكله التقليدي جايز يتغير. القضيه انك انت سايب الاطفال 22 مليون واحد لمده 18 سنه متتاليه مع ناس بتصيغ وجدانهم. صح؟ هم دول لازم يبقوا مؤهلين. عليك نور. انا قضيتي الرئيسيه يعني استثمار في التكنولوجيا واستثمار في البشر. في البشر. طيب خلينا نروح على المجال العام بقى. اتفضل. احنا عندنا كذا نمط من الاسئله هنجربه مع حضرتك يعني جربناه مع ضيوفنا. كل سؤال فيهم يمكن ان يفتح حوار حول قضيه يعني. بس هو النمط الاولاني انه مع او ضد. مع او ضد ان يؤسس الرئيس عبد الفتاح السيسي حزبا سياسيا وانه يكون هو رئيسه. اذا انت بتسالني سؤال سياسي وبتقول لي اجاوب مع او ضد فهو سؤال غير سياسي. لان هي فن السياسه هو فن الوصول للحلول وسط. لا فن السياسه كده هو فن الهروب. لا هو فن الهروب. صدقني لا صدقني يعني يعني طيب ما هو يعني ماشي. انا هقول لك واجاوب عليه. اتفضل. فكره ان الحاكم يكون ما عندوش فلسفه معلنه في الحكم فكره خاطئه. لازم انت بتنتخب واحد بيقول انا رؤيتي اللي هنفذها 1 2 3 4. رؤيته دي ما بيعملهاش بنفسه، ده بيعملها بمجموعه من الناس والخبراء. وضروري بيقيسها. اذا لازم يكون وراه مؤسسه شعبيه، لازم يكون معاه حزب سياسي يعني. نعم الظرف اللي جه في الرئيس السيسي ما كانش ظرف يسمح له بانه يكون عنده حزب مسابقا. الظرف اللي جه كان ظرف انقاذ موقف، جاء باستدعاء بهدف التخلص من مأساة. تمام. المرحلة دي انا دايما بقول بسميها مرحلة انتقالية. انك انت فيها مسكت صواميل البلد، منعت الانهيار، وقفت تلون المجتمع المصري بلون واحد، وانتقلت مرة أخرى وعملت دستور جديد، وبتقول فيه بتقول في الدستور في مقدمته إن احنا بنسعى لدولة مدنية حديثة. ده مقدمة الدستور. والمادة الخامسة في الدستور بتقول أن هذا المجتمع السياسي ومجتمع سياسي حزبي. ده احنا اللي بنقول. فلو جيت قلت لي النهارده ان الحكم بدون احزاب وارد اقول لك لا مش صح. الاستثناء بتاع الرئيس الحالي هو استثناء. هو استثناء. لكن لن ينطبق على من يجي. لو استقر الامر الان. الان لازم يعني عندي قضية الإرهاب خلصت. لازم يكون عنده مؤسسة سياسية بتشتغل له. بتقول له طب في الاقتصاد هعمل كذا، في السياسة هعمل كذا، ويعلنه للناس. ويعلنه طبعا. طب انت بمعلوماتك انه هذه المؤسسة موجودة، مجموعة مستشارين خبراء؟ لا مش موجود. لا لان في العمل السياسي ما هو موجود لازم يكون معلن. في العمل السياسي مفيش خفاء، والرئيس بيستعين بالمستشارين. ده بالقطع، وبيسأل ويستمع الى الاخرين. انا عارف. انا عارف ان ده بيحصل، لكن الشكل المؤسسي للاستعانة اقتصاديا وسياسيا وتعليميا هي المجموعات الاستشارية اللي هو جابها حواليه. مش كفاية. انا رأيي انه لازم يكون عنده يعني السينك تانك، مراكز التفكير التابعة لأفكاره، وفي نفس الوقت عنده تواصل، عنده جهاز بيتواصل مع المجتمع. لأن الناس في الشارع إذا ما شرحتلهاش، إذا ما قلتلهاش، ما يقفش معاك. يروح منك.
انت لحد النهارده. طب التجربه بتاعت ال بس انت لحد النهارده معتمد على ان هو شخصيا بيتواصل مع كل الناس. صحيح. ده غير مستدام. تقييمك لتجربه الشباب الرئاسي، تاهيل الشباب الرئاسي المشروع ده. في جزئيات ايجابيه جدا وفي جزئيات سلبيه. الجزء الايجابي مرتبط بوجود الدائرة الحاكمة والرئيس نفسه معاهم مباشرة، الإشراف المباشر والمتابعة المباشرة، الوجود معاهم لفترة طويلة من الزمن. تمام. وإن الحديث مباشر. السلبي؟ السلبي إن كتير من الشباب بيقول لك أنا فين، هم الألف دولت هم كل شباب مصر. أنا عايز أنا كمان أكون طرف. ده بس طبيعي انه يبقى انه مش مختلف. هو مش ممكن يجيب في عدد مش هيجيب الملايين. مين اللي يجيب الملايين؟ الحزب السياسي. الحزب السياسي صح. ما قلنا نعم يا دكتور من الاول. ما الاجابه كانت نعم من الاول. طيب الجانب الاخر ان كل مؤتمرات الشباب بصراحه انا كنت شايف فيها ايجابيه مطلقه، وانا بشوف حضرتك موجود فيها. يعني حضرت يعني في ايجابيه. والولاد بيبقوا وفي اولاد رائعين ونضوج سياسي محترم جدا. بس في نهايه الامر زي ما بيقولوا ايه، لازم ده يتنقل الدوائر تتنقل لكل. انا تصورت ان كل محافظه هتعمل مؤتمر شباب. بس في النهايه عملت بعض المحافظات وما كويس في النهايه بقى، وكان من باب التماهي اكتر منه من باب القناعه بالفكره. كل ده بقى رايح فين؟ لان هناك فراغ حزبي. فبتملأوا الدولة. ما انت ما تقدرش تسيب حتة فراغ. صحيح. بتملأوا الدولة لأن والدولة دي يعني أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة. أجهزة وده الأمن. وده أحيانا بيعمل مشاكل. أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة بالنية الحسنة ما هي السياسية. دي أجهزة عايزة يا تبقى معايا يا أنت ضدي. صحيح. طيب. مع أو ضد أن يكون المرشح المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة مرشحا مدنيا وليس مرشحا له خلفية عسكرية؟ مع 100%. مع ده 100%. 100%. ومرة أخرى بعود. يعني أنا عندي الرئيس السيسي هو الراجل من المؤسسة العسكرية، فبنقول المرشحين الآخرين يبقوا مدنيين. أنا عندي دستور بيقول نحن نتوجه لدولة مدنية حديثة. عندي دستور بيقول في مادته الخامسة ان احنا نظامنا سياسي حزبي متعدد ومدني. تمام. اذا انا معلن. والناس راحت صوتت على هذا الكلام. كويس. مرة اخرى الفترة الانتقالية دي ظرف صعب تكراره. ده ظرف. يعني لو في مرشح من المؤسسه العسكريه عاوز يرشح نفسه، يعني ساب المؤسسه العسكريه ورشح نفسه، حقه مش كده؟ حقه طبعا. كل واحد حقه. لا ده يبقى يخالف الدستور في حاجه؟ لا ما يخالفش الدستور. لا ما يخالفش اذا استقال من المؤسسه العسكريه هو حر. لكن انا بتكلم على الصوره الاكبر. هي الصوره الاكبر ان انت استدعيت قوتك المسلحه عشان تنقذك من الانهيار. وقامت بالفعل بهذا. والمرحلة الانتقالية الثانية اللي هي بعد الأربع سنوات الأولى تستدعي العمل حتى يكون هناك كيانات سياسية حزبية مدنية. ويكون في حياة سياسية حزبية. وانتخابات البرلمان اللي جاية ما تبقاش زي انتخابات البرلمان اللي فاتت. وانتخابات المحليات هتتعمل. اذا انت محتاج عمل سياسي. طب وهي الانتخابات اللي فاتت البرلمانيه كانت ايه مشكلتها؟ ما كانتش فيها مشكله. انت اغلب ال لا يعني حضرتك قلت انه الانتخابات البرلمانيه اللي جايه ما تتمش زي ما حصلت. انت انتهيت في البرلمان بان ما عندكش اغلبيه برلمانيه وما عندكش معارضه حقيقيه. فانت انتهيت في البرلمان انك انت مجموعه من الناس قاعده مع بعضها ما تقدرش تختار حكومه، فاللي بيختار الحكومه هو الرئيس. وما تقدرش. طب انت كده ما عندناش برلمان اساسا؟ لا انت عندك برلمان بيحاسب وبيتاخد رايه في القوانين. لكن انت في دستورك قايل رئيس الحكومه يجيء من الحزب اللي له اغلبيه برلمانيه. تمام.
مفيش. انت عندكش اغلبيه برلمانيه. اه. رئيس الحكومه لا ينتمي الى فكر سياسي. انا ما بتكلمش عن رئيس الحكومه بشخصه. بشخصه. فمين اللي بيختاره؟ رئيس الجمهوريه. رئيس الحكومه له وظائف واضحه المعالم قد تكون مساويه لوظائف رئيس الجمهوريه. طيب البرلمان بهذا الشكل بقى يعني هو بيؤدي وظيفته في تقييمك بنسبه كام في الميه؟ ما اقدرش اقول بنسبه كام في الميه لاني غير متابع للتفاصيل. انا راجل بحب جدا الوضوح. انا بشوف ناس كويسه جدا في البرلمان بتتكلم، وعندي اصدقاء كثيرين بيسعوا للمعرفه من البرلمان، لكن انا ما اعرفش احوال البرلمان جوه ايه، ولا لجانه بتشتغل ازاي، ولا يعني ما اقدرش احكم. في حاجات بتضايقني زي قانون الجمعيات الاهليه، زي التسرع في عروض تاخد شو سياسي زي ايام ما طلع حد يقول نسقط الجنسيه عن مين ونسقط الجنسيه، افكار كده يعني كلام. لو انت عندك حزب حاكم الكلام ده ما كان مش هيبقى وزي ما ناس طلعت قالت عايزين نغير الدستور ونمد فتره الرئاسه ونشيل ونشيل الحدود، كلام كله ما وراهوش فكر سياسي. واذا واحد بيقول ياخد مساحه اكبر من قيمته. البرلمان بيعمل دور مهم لكنه ليس الدور الكامل. ليس الدور الكامل. وانا شخصيا مع احترامي للكل يعني كنت اظن ان وجود غرفه تانية في البرلمان كان مهم جدا. ده كان وجهه نظري يعني بغض النظر عن ان المجتمع ما كانش عايز كده. هو كان في رغبه بعد يناير ان انت تعمل حاجات كتيره يعني عكس غير اللي قبلها وخلاص. طبعا انت اللي حصل بعد يناير انك انت هدمت الوحش والكويس. انت مفروض مصر تراكميه. كل ما تمر بفتره صحيح تقوم تخلص من الوحش وتنمي الكويس. لكن بعد يناير تم هدم الحلو الوحش كله تهد. عشان كده انهارت المؤسسات المدنيه. وبقى في احساس حتى لدى الجميع ان المؤسسات المدنيه غير قادره على الفعل. ومفيش حد بياخد قرار، والشارع فيه فوضى، والامن غير مستتب. ما كانش لازم يصح الكلام ده. يعني انا كنت في رايي طبعا لو كان انتقال السلطه تم في اطار دستوري. بتوصفها بايه يا دكتور؟ 25 ايه؟ ده كلام للتاريخ مش لل اوصفها مش أنا مش للصدام يعني. اول للتاريخ. اول ثلاث ايام في الثوره، اول ثلاث ايام انا شايف انه كان تعبير عبقري للشعب المصري عن رغبته في الكرامه ورغبته في الانفتاح يعني السياسي. اول ثلاث ايام ثوره. وبعدين اول ما بدا تحكم الاخوان في اطار المظاهرات. وخلي بالك ما فيش مليون واحد هيقعدوا في مكان واحد 18 يوم ابدا. صحيح. الا لو كان في تمويل ومتنظم ودول بياكلوا وبيروحوا الحمامات وشويه منهم يناموا وشويه منهم ييجوا. ده زي معركه حربيه. صحيح. فانت في النهايه وده كان موجود. انت في النهايه انتهى الامر بتدخل جميع اجهزه المخابرات. بتسميهم ايه دول يا فندم؟ اللي بعد الثلاث ايام. عشان ده تصنيف جديد كمان. يعني انا عندي الثلاث ايام الاولى 25 26 27 ولادي كانوا فيها. لان هو في الاخر بيقول لك ايه؟ انا عايز الكرامه والعزه. وما كانتش ثوره جياع يعني. صحيح. بتوصفهم بايه؟ ولا كانت عايزه ثوره تقلب النظام ساعتها. هو الطلبات تصاعدت بسوء اداره يعني. ما كانش في اداره سياسيه للحظه يعني. هو انتهازية لناس كانت جاهزة لهذا الموقف. لهذا الموقف. يعني أنا عندي الثلاث أيام الأولى ثورة وما تلاها انتهازية سياسية. فيها قدر كبير من الانتهازية السياسية. ودخل فيها كل المخابرات الدولية. لأن هي مصر وسوريا وقبليها العراق وليبيا دي ما كله متربط ببعضه يعني. كان الهدف تفتيت المنطقة وتقسيمها
وقيام. كنت في المطبخ السياسي كان في وعي بده؟ يعني انت كنت موجود، توليت رئاسة الحزب الوطني في اللحظة دي خمس ايام طبعا انا شفتها. كان في اللي حواليك اللي انت اتكلمت معاهم وشفتهم، كان في وعي بده ولا الناس كانت فين؟ ما كانش في الوعي الجلوبال ده اللي هو شايفها كلها على بعضها. انا كنت شايفها بصراحة. وعشان كده كان املي هو الانتقال بالسلطة في الإطار الدستوري. أنا بطبعي مش ثورجي، أنا بطبعي إصلاحي. تمام. وده مش عيب. لا خالص. يعني يعني أصل عشان الناس بتساعد أتكلم. لا أنا يعني مثلا كان محمد عبده إصلاحي وكان جمال الدين الأفغاني ثورجي. يعني بعد 7 سنين يعني أنا تشككت في منهجي 2011، لكن بعد مرور الوقت رجعت تاني أقول لا أنت كنت لا صح. لا أنا كنت صح. والنهاردة أنا بقول إن الأفضل لمصر هو الإصلاح من الداخل. طب بتصفهم يعني دول ما كانش فيه الرؤية دي شام، ويمكن غلبت الطمع في السلطة أو الاستمرار في السلطة غلب، فما كانوش شايفين المسألة بشكل الشباب ما كانش لا طمع في سلطة. لا لا أنا بتكلم على النخبة الحاكمة وقتها، نخبة القصر. لا النخبة الحاكمة كانت في حالة ان هو كل مرة كان الخطاب مفروض كان يتقال قبلها باربع خمس صحيح ايام. ده صحيح. شوف البقاء في الحكم مدة طويلة مسكر ويجعلك ترى الامور بسوء بألوان تانية. هي تعرف دستور 71 لو كنا غيرنا مادة 77 سنة 2007 ما كانش حاجة حصلت. ما كانش حصل. هي الفكرة أن هناك حدودا للسلطة. والكل يعرف أنه ماشي، وأن لحظة مشيانه لا هياش باغتيال ولا بدخول سجن ولا بثورة، ده تداول سلمي للسلطة. صحيح. طيب خلينا أطلع فاصل قصير ونرجع نكمل تاني. فاصل قصير وأعود مرة أخرى مع ضيفي الكريم دكتور حسام بدر. أهلا بكم من جديد. يعني في عندنا حاجة بقى، يعني أسئلة كده، أنه أنت قلت وقالوا عنك، فأنا هبدأ من على حسابك الرسمي على تويتر. اتفضل. في يوم ده هم طابعينه بالياستر دي بس ماشي، انه بتقول يا رب ساعدني ان استمر في قول كلمة الحق لأكسب نفسي، وألا اقول الباطل فأخسره وأكسب الضعفاء، وأن يتسع عقلي ليستوعب أي قدامنا أنا، وان ترتقي روحي لتحب ولا تكره. يعني انا كمتلقي ممكن اقرا هذا الكلام ب انه حاجه من التجليات الروحيه اللي ممكن تكتبها يعني. ايوه. لكن بمدخل سياسي واسالك، هو انت في ضغوط عليك انك مش قادر تقول اللي انت عايزه؟ لا مفيش ضغوط عليا خالص. خالص. انا بقول اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها. انا ليا سقف فيما أقول أنا حطه لنفسي، وهو أن أنا أنتقد الواقع لكني لا أقتل الأمل. وأن نقدي لازم يكون أمامه ومعه حاجة إيجابية تقول البديل. أنا نفسي أدفع الناس لذلك. أنا بني آدم أشوف أفضل ما في الآخرين. طب بلاش ضغوط يا دكتور، نقول عتاب لوم مثلا. لا. يعني مره انت طلعت اتكلمت ما حصلش وخالص من خالص ولا ايام الاخوان؟ لا انا بتكلم على ايام دي. ايام الاخوان ده قصه تانية. ايام الاخوان ده كان في ماده في الدستور معموله عشان ايوه بتاع العزل السياسي. بتاع العزل السياسي كان ما يركبش فيها غيري. ما هو مين موجود سياسي مستمر من ساعتها لحد دلوقتي غيري. صحيح. جيت الحق يعني. انت عارف مسأل الناس في التليفون قال لك فلان طلع امتى من النظام عشان يفصلوها. كان عمرو موسى تحديدا. ايوه. وكان سايب من 10 قال لك 10 5 سنين و10 سنين وحاجات كده. طيب
فلا لا ضغط ولا لا. لوم ولا عتاب. لا خالص ده بالعكس. كان كلام بالعكس. في الانسانيات مش اكتر. لا في الانسانيات ورغبه في ان الناس تبقى يعني عندها سلام مع نفسها. طيب في يوم 15 ديسمبر حضرتك كتبت رغبه البعض في استمرار الرئيس السيسي من عدمه حق، ليس لان البلاد في خطر ولكن لانه قد يكون الافضل من منافسيه اذا تواجد. صح. لكن فكره هدم الديمقراطيه بسبب تعرض البلاد للارهاب فكره معناها خطير. صح. الارهاب اصبح ظاهره عالميه مستدامه. مزبوط. واي مرشح سيتم استخدامه سيقوم بالعمل المنوط به مع مؤسسات الدوله. مظبوط. تمام كده. مظبوط. طيب خلينا نفكك الحكايه. فضل. يعني انه استمرار رئيس السيسي حق، مش عشان هو مش البلاد في خطر ولكن هو افضل من منافسيه اذا تواجدوا. صح. انت عندك تصور ان هناك من يمنع ان يكون هناك منافسين للسيسي؟ لا، لكن محدش كان لسه رشح نفسه قدامي ممكن يقف منافسا. يعني النهارده مثلا السيد عمرو موسى في تصريحات للشروق بيقول انه انا ضد تشويه من يرشحون انفسهم للرئاسه. طبعا وانا موافقه. طيب فكره دي بقى الفكر، يعني انا مثلا دلوقتي بشتغل في الاعلام، لما يجي سين من الناس يقول انا برشح نفسي للرئاسه، فاجي اقول انت مين وجاي منين وتمويلك ايه وافكارك ايه وموقفك من الثوابت الوطنيه ايه، هل ده تشويه؟ لا. طيب ما هو اي حد ده تساؤل. طيب اي حد بيتكلم عن اي حد تساؤل علمي يقول لك تشويه. لا. وكان في ارهاب مضاد. لا لا بص، هو ال هقول لك حاجه سياسيه بتقول الانطباع يصبح حقيقه حتى لو لم يكن لها برهان. معاك. هذا الانطباع موجود لدى الناس. ان اي حد هيرشح نفسه هيتم قتله معنويا. هذا انطباع. تمام. ملوش برهان. لو انا من الاداره الحاكمه لازم اواجه ذلك واثبت ان ده غير حقيقي. طب لو انت صاحب القرار تعمل ايه؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك. ايوه يعني ما يبقاش في غموض في اي حاجه. ايوه فندم، يعني هو دلوقتي على سبيل المثال الوضع اللي قدامنا، احنا قدام رئيس طلع وقال انه انا مش مع تعديل الدستور، الناس اللي بتقول عايز تعدل الدستور. صح. انه يبقى فتره الرئاسه يعني. وانا اعتقد ده مش عايزه. من افضل ما قاله الرئيس. انا مش عايز ده. وقال انه اكتر من مره، ويمكن كنت حضرتك حاضر في جلسات في مؤتمرات الشباب، قال انه انا لو الناس عايزاني انا مكمل. مش عايزاني خلاص بشكل واضح جدا. صح. فهنا ياكد ازاي يعني؟ لا مش هو، انا ما عنديش شك في ان هو واضح البيان. الاجهزه بتلعب. تهيألي ان يعني في ناس ملكيين اكتر من ملك. ويتبرعوا ظنا منهم ان ده مفيد وده مضر. لكن انا بالنسبه لي ما شفتش لحد بيكلمني يقول لي قول ولا ما تقولش، وما اعتقدش ان السيد عمرو موسى حد يقدر يقول له هذا الكلام. جايز الغموض اللي احاط بعوده الفريق شفيق، شويه غموض احاط بالعوده، كان افضل شيء فيها ان يحصل تصريحات واضحه المعالم، لكنها كلها انطباعات لا ترقى لمستوى ان انا اقول ان ده توجه. انت ايه رايك في حاله الالتباس دي كلها اللي احاطت بالفريق شفيق؟ ان احنا مجتمع متعود على الشائعات. والشفافيه غير موجوده، الوجدان بتاعنا مش بتاع شفافيه، فلا حد بيقول من جهه ولا حد بيوجه ولا حد بيقول الحقيقه الاخرى من جهه، وكل واحد سايب الناس تخبط دماغها في الحيطه. تاخد لا تخبط دماغها في الحيطه. انا رايي ان في بعض الامور محتاجه يعني بيان، يطلع بيان من الداخليه، يطلع بيان من ده. بس حضرتك قلت كلمه يعني هنا جمله خطيره جدا، انه فكره هدم الديمقراطيه بسبب تعرض البلاد للارهاب. ديت الحقيقه انا فكره معناها خطير جدا. طب حضرتك شايف انه تحت دعوه او دعاوى الحرب على الارهاب
بيتم هدم الديمقراطية في مصر؟ لا، أنا أقصد أقول إن أغلب الناس يقول لك لا 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 ما نغيرش النظام علشان الإرهاب. يا سيدي اختار الرئيس لأنه الأفضل، لأنه القادر على التنمية، لأنه ولأنه، مش بختاره لأن أنا متعرض للإرهاب، لأن اللحظة، لأن الإرهاب ما عادش ظاهرة استثنائية، دي ظاهرة موجودة وهتستمر 20-30 سنة جاية، ولازم نتعامل معاها. المجتمع مش هيقف عن التنمية لأن في إرهاب. صحيح. فأنا اللي عايز أقوله، رسالتي للناس، اختار لأنك إيجابي فيما تراه يفعله الحاكم، وليس خوفا من الإرهاب. من الإرهاب. دي رسالتي بشكل أساسي. بشكل أساسي. طيب احنا جبنا حاجتين من انك قلت، في حاجتين من اللي بيتقالوا دايما لما اسم حسام بدراوي بيتقال فبيلصقوا انه يقال عنك انك صاحب طموح سياسي جامح، وهذا الطموح هو الذي جعل كثيرين يعطلون مسيرتك السياسيه. لو كنت بلا طموح يبقى سياسي فاشل. لكن كنت عندك طموح جامح. يعني ايه جامح؟ لا جامح، جامح لا. يعني جامح. لا خلي بالك، المعنى اللفظي لكلمه جامح انه ما عليهوش كنترول. طموحك ما خلاكش في لحظه تقدم تنازلات؟ يعني لا، انا عمري ما قدمت التنازلات والحمد لله. انا قلت لك انا عنواني صحيح زي ما الدكتور زكي نجيب محمود بيقول قوة المستغني. انا قوة المستغني. لكن ليه طموح سياسي؟ طبعا ليه طموح سياسي. السياسي الذي ليس عنده خيال ده تكنوقراط، ما ينفعش سياسي. ده السياسة كلها خيال. هو ده اللي خلاني اسألك في الاول، انت في لحظة معينة ما شعرتش بكسر خاطر قلت لي لا؟ لا خالص. لا لا خالص. لا يعني ما جاتش في لحظة انت قلت انه انا كان مفروض اكون في المكان ده لاني انا الاقدر، مش عشان حد يعني في ظل معايير كانت مختلة كتير. ايوه. لكن في لحظة معينة أيوة. خليت لنفسك وبصيت كده للاوضاع المتردية قلت ايه العك ده كله، انا مفروض اكون موجود هنا. لا انا ساعات يعني طبيعة البشر يعني ساعات لما الفرص تيجي وتروح، فرص الضائعة لمصر وهي متعددة، يعني ساعات لما اقعد اتكلم مع اصدقائي وعائلتي يقولك الله مش انت كنت بتقول كده من 10 سنين؟ بتقول كده من 12 سنه، يعني لو كان ده اتعمل من 12 سنه كنا وصلنا للكلام ده؟ يعني هو لو كان الرئيس مبارك قال لك تعالى امسك الحزب قبل ده بسنتين كانت الثوره قامت؟ مش كايز ما كان حصل التغيير؟ كل ده زي ما بيقولوا باثر رجعي. أنا بجد بجد وبأمانة احترام الناس ليا في كل مكان بروحه هو الذي يسلك صدري. يسلك صدرك ولا عوضك؟ لا يسلك صدري. يسلك صدرك. طيب احنا هندخل مساحة تالتة، احنا بنعرض مجموعة صور. كل صورة حضرتك ليك حق تسأل سؤال للشخصية أو توجه له رسالة أو تقول لا تعليق. طيب هشوف الصور فين؟ احنا هنشوفها على الشاشة معانا لازمة اهي. طيب يلا دكتور علي عبد العال، رسالة ولا سؤال؟ رسالة. أرجو أن يتسع صدرك لاستيعاب المعارضة، ويتسع صدرك وعقلك للرد عليهم. انت حضرتك قلت مفيش معارضه في البرلمان، هيتسع صدره. لا معارضه فرديه، ماهياش معارضه مؤسسيه. افراد. تمام، يعني انه توصيه بالمعارضه خير. طيب بعد كده احمد شفيه، سؤال ولا رساله ولا لا تعليق؟ لا سؤال. سؤال. سؤال يعني يعني سؤال، كان ايه شعورك بعد ما حصلت على 12 مليون صوت وتركت البلد هاربا؟ هاربا ما جاش خمس سنين.
هاربا لا انا بتكلم واقف عند التعبير. ما هو راح وما رجعش وما رجعش. ايه شعورك انا كانسان حصلت امبارح على 12 مليون صوت وبكره مش عارف ارجع بلدي، سبتهم ومشيت مش عارف ارجع بلدي. طب ما هو كده يبقى اضطر طبعا، متنافي مع انه هرب. صح معاك حق، مش كده؟ بص معاك حق، انا عايز اعرف الشعور الانساني، شعوره الانساني. طيب الصوره الثالثه يا شباب، سيد عمرو موسى انسان جميل وطول عمره بيقول لنا عن طموحه، انا اعرفه من سنين واحترمه واجله، دي رساله. اتظلم؟ لا ما اتظلمش. لا طيب الصوره اللي بعد كده، جمال مبارك. انا اشتغلت مع جمال 10 سنوات في الحزب. لم أرى منه غير كل تهذيب واحترام وكياسة في التعامل مع الآخرين. ولم أحضر اجتماع واحد كان بيتم فيه نقاش حوالين ان هو يبقى رئيس الجمهورية. طيب لو هتديله عنوان جمال مبارك، كان ظالما ام مظلوما؟ مظلوما. مظلوما، مين ظلمه؟ الانطباع لدى الناس. الانطباع لدى الناس. الانطباع الذي تلقفه المنافقين فوهجوه، وتلقفه المعارضين فعمقوه. طيب هقول لحضرتك على حاجه، يعني في شهادات كتير جدا يجزموا انه مساله التوريث دي كانت اسطوره. انت شهادتك ايه؟ ما زي ما قلت لحضرتك، هو انطباع خلق فجاء ناس خدته ونفقت فيه ونفخته، وناس خدته واعتبرته واقع. ده يمكن ده الثغرة اللي هيدخلوا منها ضرب منها للنظام. لكن انا كسياسي انا دايما كنت بقول لاصدقائي في المعارضه الكلام ده، يقولوا لي لا ده انت بتستبعد من هذه الاجتماعات لان انت معروف رايك. انا كنت بأعلن رايي بوضوح ان تركيبتي الثقافيه ضد التوريث، ده تركيبتي الثقافيه. الام موقعها كان ايه في الحكايه دي؟ ما خالص لم تتعرض، لم تسمع. انا ماليش علاقات، لم تسمع منها او عنها لا في هذا الموضوع؟ لا انا ماليش علاقات مباشره كانت بالاسره. انا علاقاتي مهنيه حزبيه. بس بتتكلم عن حاله دراميه كامله، انه كل ده ما بين ناس بلغت فيه عشان تستفيد، وناس بلغت فيه برضو تستفيد في المعارضه على طريقتها. سبع سنين. هو في انت عمرك سمعت عن طب انا اقول لك على واقعه والله العظيم، في الاستاذ عبد الله السناوي كان العربي النصيري واخد حمله ضخمه جدا على مساله التوريث. ومره في اعتراف من اعترافاته قال لي احنا الوقت عندنا مشكله، احنا قعدنا نقول توريث توريث توريث، فجي النظام قال ما فيش توريث. طب مش عارفين نقول ايه؟ نقول له لا في توريث بالعافيه. كان ملغز الحكايه. طيب الصوره اللي بعدها يا شباب، علاء. ماليش علاقه بيه خالص. خالص؟ طيب لا تعليق. طب الوقت لما بيحصل، لما بيظهروا يا دكتور، لما بيظهروا في حاجات اجتماعيه وحاجات وبتاع، وبعدين الناس تهتم وتسال وتعمل يعني شايف ده حتى اجتماعيا ازاي؟ يعني اقول ان هو اتنين مواطنين كان محكوم عليهم بحاجات وطلعوا براءه او مش عارف ايه وموجودين. مواطنين زي بقيه المواطنين. يعني اذا كنت انا بدعو للتداول السلمي للسلطه. اللي هو مش هتدعو للتداول الاجتماعي. مش يبقوا قاعدين يروحوا فرح ولا بتاع. طيب اللي بعده، الرئيس مبارك، رسالة ولا سؤال؟ لا رسالة. الرئيس مبارك كان يستطيع في 2005 انه يدخل التاريخ. 2005 انه يدخل التاريخ بانه هو انه يقول كفاية. هم اللي قالوا كفاية بعد. وكان يستطيع اثناء 2011 من 25 يناير انه هو ينقل السلطة في اطار دستوري
مش في إطار عسكري ويوقف كل ده، وكان هيبقى بطل إلى نهاية تاريخ مصر. رسالة إيه بقى؟ الرسالة بتقول أرجو إن كل واحد يحكم مصر يحط ده في اعتباره. دي مش لمبارك، دي للكل. من بعد ما كنت معاه في القصر وقلت له انه يعني تمشي لانه ممكن تتعرض لمصير تشاوشيسكو ودخل السجن، وما تواصلش معاه خالص؟ لا خالص. لا. ولم تجد اي دافع للتواصل في اي لحظه للاطمئنان او؟ لا. ده انت زعلان منه قوي كده. لا انا مش زعلان. امال ايه؟ انا ما كنتش بتواصل ما قبل ومش بتواصل ما بعد. انا عندي فتره كان عندي مهمه حزبيه وسياسيه فقط. في استقلاليه باينه في مواقفك وكلامك. استقلاليه، انت كنت بتعمل عمل داخل مؤسسه حزبيه. طبعا. مش على اسس شخصيه، انت قريب من مين او بعيد عن مين؟ لا انا هو مستقل ودفعت ثمن ده. دفعت ثمن ده في انتخابات الاهلي، دفعت ثمن ده في انتخابات البرلمان. وانا كنت زي اللي دفعت ثمن استقلاليتك. طبعا. ودفعت ثمن ده، واسرتي دفعت ثمنه كمان في استثماراتنا. لكن انا عمري خسرت من السياسه؟ عمري ما طلبت حاجه لنفسي. خسرت من السياسه؟ طبعا. ورغم كده مكمل. انا عندي ايمان. انا عندي ايمان. جيتش في لحظه قررت انك تنسحب؟ قلت خلاص مش لاعب؟ طبعا جات لي لحظات قلت فيها الكلام ده لنفسي يعني. لكن انا لا انسحب من المواجهه ابدا. ابدا. ومره اخرى اللي بيديني هذه القوه انا مش عايز حاجه من حد. زكي نجيب محمود. طيب الصوره اللي بعد كده يا شباب. احمد عز بقى. احمد عز هو الناس مش فاهمه حاجه، ان في كل حزب حاكم له اغلبيه في البرلمان هناك ما يدعى بالكرباج. دي ويب. هو كان الكرباج. كان كمال الشاذلي ثم اصبح احمد عز. احمد عز. لان هو في اي حزب في الدنيا في كرباج في البرلمان الحالي؟ مع الامن. الامن. اعتقد الامن هو بيضوه بماسك اواصر الجميع. لا يعني. يعني على طول انت قلت على طول بشكل سريع. اصلها واضحه يعني. بنيه حسنه. ما هو ما انت لو سبت بس انت عملت تخريجه سياسيه برضو، انه لما ما فيش حزب فمؤسسات الدوله بتلعب دور الحزب فراغ. فطبيعي انه الامن يبقى ليه دور. بص سياسيا حل الحزب الوطني بعد 2011 بعد ما قياداته مشيت هو الذي اعطى الاخوان صحيح السلطه. انا معاك في ده. معاك طبعا في فراغ سياسي. فاحمد عز كان احمد كان الويب. كان الكرباج. كان الويب. كان الكرباج. ودي شغلته. امين تنظيم دي شغلته. اي واحد هيجي في المكان ده، بس كل واحد بيلعبها او بيقوم بيها سياسيا بشكل مختلف. مسؤوليته عن اللي حصل في نيركي. يعني ناس كتير تقول لك ان احمد عز احد الاسباب الاساسيه ان الناس صارت على النظام، لان كان الانطباع سلبي. ولا ده الناس بتدينه اكتر من حجمه؟ الانطباع سلبي عنه، وعمل الاعلام كان له دور في كده. لكن بيني وبينك مش بيني وبينك، بيني وبين الجميع، هو مين اللي بيزور الانتخابات؟ في حزب يعرف يزور الانتخابات؟ بيزور الانتخابات كانت الداخليه. ما كانت بتزور لكم يا دكتور؟ تزور لمين؟ ما انا سقطت للحزب الوطني. ما انا سقطت اهو وانا نجم. كنت لا دي مشاكل داخليه في الحزب بقى مالهاش علاقه بيها. لكن لكن انا عايز اقول ان الحكم في مصر كان وما زال مكتب الرئيس وأجهزة الأمن. ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. والله طبيعي. لا أجهزة الدولة يجب أن تكون على الحياد لحظة الاختيار والترشح. في مصر يا دكتور. أنا في مصر ومصر تستحق ذلك. صدقني. بص كل يعني أنا بتعامل بالسياسة بالشكل الواقعي مش بالشكل الافتراضي. أنا واقعي جدا. أنا واقعي جدا. وببص لمصر واليابان، ده خد سكة حرية وديمقراطية في نفس الوقت. وديمقراطية خدت سكة تانية. صحيح. طيب كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية. المسألة كلها
انك لا تقلل من قيمة الشعب المصري لانه جيناته حضارية، واللي احنا شفناه في 30/6 ده غير مظبوط في التاريخ. صحيح. طيب انا بحترم هذا الشعب. صحيح صحيح، هو معجز طبعا، معجز. طيب طيب ورينا الصورة اللي بعدها يا شباب. كمال الشاذلي، ما هو يعني هو زي يعني ده صورة، ده كرباج الأب، صورة أخرى يعني كرباج الأب من الويب، من الكرباج. الله يرحمه بقى، أنا الله يرحمه فلا تعليق. طيب الله يرحمه. طيب الصورة اللي بعدها يا شباب، دكتور فتحي سرور. شخصية جبارة، لأنه كان يمارس العمل السياسي ووجهه وكلامه في طفولة على عكس ما الناس تتصور. لكنه كان قادرا على الاستيعاب وقادرا على الموائمة. مشكلته الرئيسية أنه ظل في مكانه مدة أطول مما يجب برضو. الاستمرار، لكنه الحقيقة معلم في قيادة البرلمان. تمام. طب آخر صورة، آخر صورة يا شباب، عمر سليمان. غموضه أعطاه رونقا جبارا. غموضه لأن ما كانش سهل إنك أنت توصل له. أنا طبعا تعاملي معاه كنائب رئيس جمهورية وبعد ذلك كمرشح رئيس جمهورية، لأنه استدعاني مرتين طلب مني مساعدته في حملته إذا كان سيترشح. وراني يعني أنه كان رجلا مستقيما، رجلا واضحا، عنده معلومات جبارة عن كل شيء كان بيحصل في البلد، ولكنه وكان نزيها جدا. وأنا أعتقد أنه هو واحد من الناس اللي يعني مصر استفادت منه في موقعه، لكنها لم تستفيد منه بعد 2011. طيب الله يرحمه. أنا هقول لحضرتك حاجة وأنا أرجو أنه يتسع صدرك لي. اتفضل. يعني في ناس كتير يعرفوا دكتور حسام بدراوي بيبقوا شايفين أنك بتبني آرائك في مؤسسات الدولة مثلا، او على اساس انك يعني لما بتبقى قريب فالراي بيبقى ايجابي، لما بتبقى بعيد فالراي بيبقى سلبي. تفتكر؟ ما انتش موضوعي. تفتكر؟ لا انا بسألها. يعني لو بصيت شوف بقى جمال التكنولوجيا. يعني انا كنت عجبت مثلا فكرة ايه، انه الداخلية كانت بتزور الانتخابات ايام مبارك. ما انا كنت بقول كده برضه. تمام. عشان كده كنت قلت ايامها ده. وكنت يعني بطالب. انت اعلنت ده. ايوه. وكنت بقول بشكل طب ما استقلتش ليه؟ لا في لحظه معينه. لان ما هي شوف دكتور رفعت السعيد، لا والله بجد ما انا يعني هقول لك اهو، يعني في لحظه معينه انت كنت تعمل في نظام فاسد. مش كله فاسد سياسيا. لا مش كله فاسد. ليه ما تحولتش لمعارض؟ هزود المعارضه واحد. لا على لا. الاقل على الاقل تثبت موقفك. لا يعني انا كنت هصدقك ازاي؟ لا انا ثابت موقفي في ايه؟ زي ما بقول لك التكنولوجيا اجمل ما فيها انها بتوثق يعني الاحداث. يعني انا دكتور مثلا على سبيل المثال لو دخلت عفوا في التعبير خماره وفي واحد فقال لا ده انا بصلي. لا 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 التعبير غير مناسب ولا يصح. لا بجد ولا اقبل يعني. طب انا اسمع بس. لا انا بتكلم في ايه؟ استنى لماذا بس. لم بس. تتقدم باستقالتك في اي لحظه وانت لديك ملاحظات على انه هذا نظام فاسد؟ انا اختيارك يحترم طبعا. لكن ده سؤال يراود الناس. اختياري في انني استطيع الاصلاح من الداخل. ما انت ما قدرتش. طب وماله؟ هو في الدنيا حد بيصل الى ما يراه من غير ما يبقى فيه نجاح وفشل؟ هو في حد يقدر يتعلم يعني انت من غير ما يمر بالمراحل؟ والله والله ده للتاريخ. طب يعني انت دكتور للتاريخ. كنت في الانتخابات مثلا انتخابات 2010 وقبل 2010. انا ما دخلتش انتخابات 2010. طيب في 2005 خلي بالك ما دخلتش في 2010 واتسالت في التلفزيون ما دخلتش ليه؟ قلت لان نظام الانتخابات ده غير عادل. ايوه. طيب يعني طيب النظام ده انت كنت بتديله شرعيه؟ لا يعني الناس انت عارفه مواقفك واستمرارك فيه. ما هو مواقفي دي واضحه ومعلنه.
احنا كنا يعني الناس كلها كانت بتهتف باسقاط الحزب الوطني، وفي لحظه انت قابلت. طبعا عشان امنع واحد هدفي ان ما يحصلش. يعني كان الاولى بيك تنزل الميدان؟ لا طبعا لا، لان انا كنت ارغب في الانتقال الشرعي الدستوري. الولاد نزلوا، مش الثورجه. ولادك نزلوا مش ثورجه. يعني ولادك نزلوا او ماله؟ كان الاولى بيك في الموقف، في هذا الموقف، انه هذا الحزب. ما انت كنتش مكاني، محدش كان مكاني عشان يقول انا ممكن انقذ ولا ما انقذش. اصل ده كلام للتاريخ مش محاكمه، يعني مش محاكمه. انا بس عايز اقول لك حاجه، احنا كنا مجموعه مع بعض سنه 90 في جمعيه النداء الجديد. جمعيه النداء الجديد دي وجمالها انها جمعت الغربي على الشرقي، على الناصري، على اليساري، على الليبرالي، على كله. وكان الدكتور سعيد النجار هو رئيسها. احنا في المجموعه دي اتربطنا ببعض مفهوم سياسي عايزين فيه نغير الى الافضل. مجموعه منا اختارت تخش تغير من الداخل. انا واسامه الغزالي حرب. انا بقول لك مين؟ بص، مين يا فندم؟ اسامه الغزالي حرب. وفي ناس قررت تبقى في المعارضه زي منير عبد النور ومحمود اباظه وغيرهم. وفي ناس قالت انا عايزه ابقى مستقله زي منى ذوالفقار وغيرها. وفي ناس قالت لا انا هشتغل جمعيات اهليه زي الدكتور سعد الدين ابراهيم بس انت كده. إذن انت كده بتشتغل سياسه نظري اكتر منها سياسه عمليه يا راجل. والله بجد يا راجل. يعني انا كنت متوقع، احنا زمان مثلا، زمان كنا بنسمع ارائك واطروحاتك في التعليم وغيره يا استاذي، وكنا بنستغرب ازاي انك انت مستمر مع هذا النظام. يا سيدي العزيز، انت بتقول الكلام ده النهارده؟ لا، كنا بنقوله ايامها والله. انت عارف اصدقائي في المعارضه كانوا يقولوا لي احنا نبوس ايدك وما تخرجش. يا سلام. طبعا، لانك انت الصوت اللي بيدينا مصداقيه وانت جوه. ما انت ما عملتش حاجه يا سيدي. انت من وجهه نظرك ما انا ما عملتش حاجه. انا من وجهه نظري ان انا عملت. ما هو النظام كله راح في داهيه برفض شعبي. هو النظام بيروح بكل حلو ومره؟ لا، بيتبقى. طب انا هسالك سؤال. هو التامين الصحي ده بتاع النهارده؟ لا هي جوده التعليم دي بتاعت النهارده. دي دوله مصر. ما دي دوله مصر. انت النهارده بس هقول لك على حاجه. طب اسمعني بس. هقول لك على حاجه. النهارده عندما يخرج التامين الصحي، يا سيدي، فلانه هقول لك حاجه، لان وراءه اراده لم تكن متوفره عند النظام السابق. لا بس مش ما كانش عنده. بدون التراكم اللي حصل ده ما يطلعش. يعني هو يبقى في وزير ماليه يقول انه انا استقالتي قدام تمرير ده. انا النهارده بتكلم عن الاراده التي يمتلكها. في نهاية الحديث قلبت زي ما اتقال لي قبل ما اجي لك. لا، مين قال لك قبل ما لا لا لا، وانت فاكرني سياسي مخضرم؟ لا يا دكتور، انا سياسي مخضرم جدا. السؤال ما عشان كده سياسي مخضرم. انت بتديني فرصه اتكلم معاك بهذا بهذا المنطق. السياسي المخضرم يستمع اليه. ايوه يا فندم، ما تقاطعنيش. يسأل ويجيب لما بيجيب. وانت بتديني فرصه اجيب. انا لا اجيب. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. عيب كده؟ لا لا يا فندم. قال لي قبل ما اجي انت بيتعمل لك افخاخ. افخاخ؟ ايوه. عشان ايه؟ انا عارف بقى، قول لي انت. لا والله، يعني ايه الخطر؟ ايه الخطر اللي يمكن؟ عيب انك انت توجه لي الكلام بالشكل ده. ما هو الخطر الذي يمكن ان تشكله عشان اعمل لك فخ؟ وانا اشكل خطر؟ انا راجل على قد حالي. لا والله. الموضوع انتهى. يا دكتور احنا. انت يا دكتور. يا دكتور. يا دكتور. انت انهيت الحديث بالشكل الذي لا اقبله. ليه يا دكتور لا تقبله؟ لانك انت بتقاطعني. انت بتاع سياسه اهو. اتكلم يا دكتور، اتكلم والله. انا لم اقاطعك. الصوره يا سيدي، اتفضل. الصوره البينتينج لما تيجي ترسمه لازم يكون فيه الوان مختلفه. والالوان المختلفه دي لو كل الناس لون واحد ما تطلعش صوره. تمام معاك. ولو ما كنتش انا بزق من الداخل مع الناس اللي بتزق من الخارج، لا يمكن كنت توصل للنقطة اللي انت وصلت لها. تمام. الكل له دور، مفيش حد واخد الدور كله. لما تيجي تقول لي انت ليه ما وقفتش معايا قبل كده وانا ليه ما وقفتش معاك، نص الناس اللي انت شايفهم ثورجية دولت كانوا بيحبوا يخشوا في الحزب الوطني. عارف. واغلب الناس اللي واقفين بيتكلموا وعاملين نفسهم قد كده كانوا بيطلبوا وكانوا في الحزب الوطني، ونص مجلس الوزراء كانوا اعضاء في الحزب الوطني.
أكتر من نصه؟ عيب يعني. أنا بسألك لأن إحنا قاعدين مع بعض. لا لا بص لا يا دكتور، أنا بحترم ضيوفي جدا وبحترم حضرتك جدا. أنا خلصت كلامي. ومن قال ومن أنا خلصت قال كلامي. قلت كل اللي أنت عايزه؟ آه. طيب كويس. أنا بشكرك. شكرا. ومن قال هذا الكلام ده كلام فارغ تماما، ما بيعملش أفخاخ خالص خالص إيه؟ أفخاخ خالص على الإطلاق. أنا كنتش ناوي أجي. ضيوفي؟ لا يا دكتور. أنا كنتش ناوي أجي. سياسي محنك. تعرف أنت حضرتك سياسي محترم وليك تاريخك واتكلمنا على هذا الأساس. طيب. لكن لما يعني بناخد وندي في السؤال. بس ما تقاطعنيش. ليس فخا يا دكتور، ما قطعتكش، أنت قلت كل اللي أنت عايزه. خالص. أشكرك يا دكتور حسام بدراوي، وشكرا لحضراتكم. وتصبحون على وطن.